أطلقت مجموعة من مؤسسات وفرق تطوعية عربية حملة موقف لدعم المتضررين من زلزال تركيا أيضا، وكان لحاضنة كور اسطنبول دور في إطلاق هذه الحملة. سنتحدث بتفصيل حول حملة موقف مع طريف عارف خشانة، وهو المتحدث باسم الحملة. أهلا وسهلا بك طريف. أهلا وسهلا بكم. يعني أخبرنا عن طبيعة حملة موقف. الحقيقة حملة موقف هي تضافر لجهود الكثير من العاملين في القطاع دعم متضرري الزلزال، وهذه الحملة التي أطلقت من خلال 60 جهة شريكة في العمل مع بعض لكي توصل أفضل خدمات وحلول للمتضررين وفق عدة محاور وتسلسل زمني محدد. أخبرنا حول طبيعة هذه المحاور أو المضمون يعني لحملة موقف. تمام. حملة موقف الحقيقة بعد عدة مشاورات وجدنا أن هناك سبع مسارات كثير مهمة نستطيع العمل من خلالها، وهي مسار رئيسي تدريب وتأهيل المتضررين وتشبيك المتضررين مع أصحاب العمل، خاصة من فقد عمله أو فقد أدوات عمله، وإيجاد مساحات عمل ليستطيع المتضرر أن يعود إلى العمل بأسرع وقت وأقل تكلفة، القيام بعملية التعويض أو تزويد المتضررين بالأدوات التي فقدوها أثناء الزلزال، تأمين بعض رواتب على فترات محددة لبعض المتضررين ذوي الحاجات الخاصة أو المتضرر أيضا بشكل جسدي، العمل على دعم المشاريع الصغيرة الجيدة التي منها ممكن أن توظف عدد أكبر من المتضررين. نعم، أيضا تحدثت أن هنالك تسلسل زمني يعني قمتم به من خلال هذه الحملة، ما هو هذا التسلسل أو المراحل؟ نعمل حاليا على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى وهي التحشيد أو إيصال أهداف المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين والداعمين أيضا، وقد سجلنا حتى الآن حوالي 9000 طلب من المتضررين وحوالي 400 داعم. بعد هذه المرحلة سنقوم باختيار حسب الاحتياجات التي سجلت لدينا، سنقوم باختيار مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة أيضا من المتضررين والقدرات الموجودة لدى الداعمين والشركاء. نعم، ذكرت أنه في المرحلة الأولى هنالك عملية حشد وقمتم بالتواصل مع شخصيات بارزة أو مؤثرين عبر مواقع التواصل، أخبرنا عن طبيعة هذا التفاعل الذي كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة موقف. أطلقت الحملة حوالي الساعة الرابعة والسبعتاشر دقيقة بنفس توقيت حدوث الزلزال، ولكن صباحا أو عصرا، وعند إطلاق هذه الحملة تم التحشيد على جدول زمني محدد لإيصال المبادرة لجميع القنوات. أطلق تقريبا حوالي 2600 مشاركة تمت خلال الساعات الأولى، ورفعت هذا الأمر رفعت الترند للمبادرة إلى رقم جيد، وصلت إلى حوالي 5 ملايين مشاركة أو تفاعل، ومنها انطلقنا إلى مرحلة أيضا على عبر جدول زمني محدد لإرسال الرسائل التي تضمنها المبادرة، والحمد لله وصلنا إلى حوالي 28 مؤثر قام بالتفاعل مع المبادرة بشكل مباشر وأظهر أهميتها. كل ذلك تم بجهود تطوعية مجانية، وقدرت لو أن هذه الحملة كانت ستصرف نقدا بحوالي 82 ألف دولار لوصول إلى هذه النتائج التي تحققتها منذ بداية الحملة. نعم، فيما يتعلق بعملية الاستدامة وباعتقادي أنه هذا تحدي كبير، خصوصا أن مشكلة الزلزال يعني ربما تكون الآن بدأت ولم تنتهي بعد، ماذا تخططون لمسألة الاستدامة في حملة موقف؟ بعد عملية التحشيد والحصول على المعلومات من المتضررين حول الخدمات التي يتوقعونها، سيتم تصميم العديد من المبادرات من قبل الشركاء ومن قبل الأشخاص أيضا العاملين
والداعمين لكي نحقق تلك الأهداف. هذه المرحلة حاليا صممت على 6 أشهر قابلة للزيادة، وستكون أيضا متفاعلة مع المتطلبات القادمة من المتضررين. سيتركز بشكل أساسي على إعادة دمج المتضررين في سوق العمل بعدة الطرق، سواء من خلال التوظيف المباشر أو من خلال الدعم لإعادة أعمالهم أو إعادة دخولهم في سوق العمل من خلال ما يستطيعونه. والأهم أيضا هو تدريبهم على أدوات جديدة للدخول إلى سوق العمل، مثل أدوات العمل الحر يعني فريلانسر من خلال المواقع التي تقدم هذه الخدمات، والتي من خلالها يستطيع العامل أن يعمل من منزله وبشكل مباشر لتحقيق أهداف الدخل التي يحددها والتي يستطيع أن يعيش من خلالها. نعم. أيضا أستاذ طريف، هل قمتم بالتواصل مثلا مع جهات محددة معينة بحيث يكون هنالك تعاون استراتيجي لإنجاح هذه الحملة، وألا يكون فقط مقتصر على عملية حشد بأي شكل كان؟ الحقيقة التفاعل، وخاصة التفاعل العربي الذي حدث والذي يعني يثمن عاليا التفاعل الذي كان من خلال دول أخرى ومنظمات أخرى وجهات داعمة، كلها تضافرت وأبدت استعدادها لدعم المشاريع التي سنقوم بها. هذه الكوكبة من المؤثرين من الداعمين أيضا هي التي ستقود المرحلة القادمة للوصول إلى الأهداف، من عدة دول خليجية، من مصر، من الأردن، من ليبيا، من دول من داخل تركيا أيضا، من سوريا، كل هذه من العراق أيضا، كل هذه الدول أو الجهات التي تعمل في تلك الدول قدمت العديد من الحلول. إن شاء الله سنستثمرها كلها لتكون نواة مستدامة لتطوير هذا العمل أيضا الجماعي المشترك، والذي يعد من أولويات الانتماء إلى بلادنا والانتماء إلى ديننا إن شاء الله. بالمناسبة، فيما يتعلق بالحملة، هل ستقتصر على مناطق معينة أم أن نتائجها موزعة ما بين مناطق الشمال السوري والجنوب التركي؟ هذا يعتمد على الشركاء الذين نعمل معهم. كل شريك لديه منطقة جغرافية هو يستطيع أن يصل إليها وأن يقدم الخدمات بأفضل طريقة وأقل تكلفة. لذلك نحن لم نعتمد على أن نصمم برامج عامة، وإنما كل مجموعة من الشركاء سيقومون بتقديم بعض الخدمات بشكل بؤر، ولذلك سنصل إلى كل الأماكن التي يصل إليها شركاء المبادرة سواء في الشمال السوري أو في الداخل التركي. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ طريف خشان، المتحدث باسم حملة موقف.